السلام عليكم، صباح حلقة جديدة وفيديو جديد. اليوم بغيت نوريكم افضل الاشياء اللي في التحديث الجديد واللي حطوها في التحديث الجديد. ودابا نبداو مع الحاجه الاولى ونشوفوا شنو هي احسن حاجه حطوها في هذا التحديث. مع اول حاجه هي اللوبي، رجعت كما كانت فاش يلا حطوا داك السكين ديال الكوب. على ما اظن كانت اللوبي بحالو هكا، مو من اللوبي رجعت كما كانت. لوبي كثر رجع الذكريات زوينه زعما، مو من اللوبي رجعت كما كانت. هذا اول تغيير. شو مع ثاني تغيير في التحديد الجديد؟ اوكي، هنا دابا مع التغيير الثاني هو اننا كنلاحظوا ديك المده كتبان تماك، شفتوها كتبان المده ديال العتيق، وبدلو حتى في ماس الكتريك. ها هي هانتوما كتشوفوها مزوميه على دابا، كتبان المده ديال العتيق شحال باقي ليها. يلا دابا مع الاضافه الثالثه. اوكي، ودابا مع الاضافه الثالثه هي اضافه في مسدس الدم. كتشوفوا دابا كنضرب به عادي، ولكن شوفوا البلاصه اللي مسكوب فيها دابا، كتمسكوب فيها يعني انا مسدس الدم ولا ما كيساليش من الطلقات يعني، ولا كتشارج. شوفوا هانتوما هو كيتشارج دغيا، كيتشارج يعني ولا بحال البلازما، ما بقاش كيسالي كتلوح دابا ولا دائم. اما دابا ندوزو مع الاضافه الرابعه. اوكي، دابا مع الاضافه الرابعه وهي سنايبر الدم. هو واحد سنايبر اللي خرج جديد كيتصنف من السنايبرات. مهم كنزيدو بيه الدم، كيزيد الدم حتى ل 80 ديال الاش بي. هو كيزيد، هو سنايبر كدمج بين الاعداء وكتعاون به صاحبك زعما. هانتوما كي كتشوفو في فيديو، وانا زعما كنزيد ليه في الدم. شوفو الدم ديالو كيتزاد الفوق، راه هو انا زدت ليه الدم بعد سنايبر. واما دابا ندوزو للاضافة الخامسة. اوكي، ودابا مع الاضافة الخامسة لي انا نمي اي عدد من اللوت باغيين حنايا. مثلا حنا باغيين نلوحو القرطاس الزمن ديالنا، كنشدوه كنحطوه لتحت، كاين واحد جوج اسحاب ولا اسقاط، كاين فوقاني كاين تحتاني، كنحطوه في التحتانية. اوكي، باغي نلوتو نلوحو زعما قرطاسة وحدة، حيت هذه اول مرة تعجبت تلقى قرطاسة وحدة مليوحة في الارض. وهاد الخدعة ماشي مع غير القرطاس زعما، مع كلشي طوكن وكلشي. اما دابا ندوزو للاضافة السادسة. اوكي، ودابا مع الاضافه السادسه. مو الاضافه السادسه هي زدت واحد القطعه في جيلي. ها هي فوق كتشوفوها، هي هذه غير اللوحه دابا. مد القطعه كتقوي لك الجيلي ديالك وكترجعك بحال الجيلي ليفل 4. المهم كترجعك بحال الجيلي ليفل 4. صافي، هذه هي الميزه ديالها. فكان هذا هو الفيديو ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو. ولا عجبتكم السلسلة ديال التسريبات او من هذا النوع من الفيديوهات قولوها ليا، وانا في العلم ديالكم. تهلاو.